مرحبا، جولة نهاية الأسبوع على أخبار مواقع التواصل الاجتماعي من حول العالم ضمن لوجين على شاشة سما بلشت. خلينا نبدأ أول أخبارنا اليوم وليتس لوجين بالبداية على تويتر. خبرنا الأول اليوم راح يكون من الأردن، ومع ظاهرة بدأت تتكرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية لما ما تلاقي النساء حل تاني للهروب من مشاكلهن العائلية إلا اللجوء للسوشيال ميديا. هاشتاغ ميس في خطر كان الترند أو عم يتصدر الترند الأردني على تويتر بالأيام الماضية بعد انتشار مقطع الفيديوهات لصبية أردنية اسمها ميس، وقالت فيه إنها عم تتعرض للتعنيف من قبل كل أفراد عائلتها والتحرش الجنسي من قبل أخوها الكبير، وأكدت إنها قامت بأكثر من شكوى رسمية تقدمت فيهم لمحاكم الأردن ولكن بدون جدوى. وناشطت ميس أو ناشدت ميس بهذا الفيديو السلطات المعنية والناس اللي على تويتر لحتى يوصلوا صوتها وينقذوها من العذاب اللي عايشة فيه على حد تعبيرها. بعد تداول الناس لصور تعنيف على تويتر نسبت لميس كدمات وصبية مضروبة، قالوا إنه هي صبية مع إخفاء ملامح وشها، قالوا إنه هي ميس، وتناقلوا الناس كثير من الأخبار والتفاصيل حول هي القصة، ولكن بقيت هي التفاصيل غير معروف مدى صحتها. فبعد البلبلة الكبيرة اللي صار الموضوع عم ياخدها، صرح الأمن العام الأردني بأنه إدارة حماية الأسرة الأردنية تابعت حالة ميس بمحافظة جرش وتأكدت أنه وضع الأسري طبيعي للغاية وما في أي خطر حقيقي عم تتعرض له أو علامات بتأكد تعرضها للعنف الجسدي أو النفسي. ليبقى الناس محتارين بين الرواية الرسمية يلي بتكذب ادعاءات ميس وبين تعاطفهم مع هي الصبية يلي مو شايفين مبرر واضح لخروجها بهيك فيديو تفتعل فيه المشاكل مع أهلها بدون وجود سبب حقيقي. أنا اسمي ميس محمد يوسف الربيع، ساكنة بالأردن محافظة جرش. طبعاً قصتي إنه بتعرض لعنف أسري وتحرشات جنسية كانت من قبل أخوي، كانت يعني زمان الموضوع كان، بس اشتكيت فيه وما كان فيه أي نتائج إيجابية. طبعاً لما اشتكيت على أخوي محكمة جنوب عمان قدمت شهادتي كاملة، قبضوا على أخوي وقال المدعي العام دعا هو شأنه. طب أنت كيف حكيت هيك؟ ليش؟ لأنه متزوج. هلأ أنا كبنت شو مصلحتي أشتكي أخوي إنه متزوج أحكي إنه تحرش فيني؟ القضية إنه أصلاً كانت بتعرض لعنف، ومن بعد قصة أخوي صار العنف أزيد، وكانت أموري تمام يعني بالبداية، بس بعدين خلص صار كل شيء بيتغير علي. صرت أكل ضرب، تهديدات من إخواني من خواتي. أختي الصغيرة اللي عمرها 10 سنوات بتقوم تتفاعل، بتقوم تضربني. يعني أنا حياتي وصلت لاستهتار، درجة الاستهتار. طبعاً بعدين لما غيرت أقوالي عن أخوي صار علي شهادة زور، توقفت 10 أيام، وبعد ما توقفت 10 أيام سفروني أهلي برا الأردن. لما سافرت قعدت هناك 8 أشهر، طبعا عذاب، مرار، شقة، تعب، كل إشي. يعني ما كان وضعي بالبيت كثير مليح أبدا أبدا، ما كان في أي أمان لإلي. اشتكيت مرة هناك بالشرطة، وكمان شي بنزل لكم الأدلة، اشتكيت هناك عليهم. أهلي مش دايرين تقرير طب نفسي من المستشفى الإسلامي، رغم إني حكيت مع الدكتور، حكيت له أنا ما فيني إشي، بس إنه بحكي لأهلي لا بنتكم فيها إشي. طبعا تم عرضي على مستشفى فحيص اللي هو مستشفى المجانين في منطقة فحيص، ما كان فيني أي إشي إيجابي، كان وضعي تمام. وعلى أمل نبطل نسمع مثل هي الحوادث لنساء العربيات بالأيام الجاية مع ارتفاع غير مسبوق وملاحظ جدا بالسنوات الأخيرة لمعدل العنف اللي يمكن كان موجود بالأساس، ولكن عم تساهم السوشيال ميديا بتسليط الضوء عليه. العنف ضد المرأة عم نحكي عنه وعم نقصده بمختلف أشكال هذا العنف. على كل تاني خبر معنا بحلقة اليوم كاملين فيه لمرة جديدة كمان على تويتر. بالانتقال للبنان، فالأزمة الاقتصادية هناك ما زالت مستعرة، وحالة ارتفاع الأسعار مع انخفاض بدخل الأفراد موجودة ومشابهة لحد كبير بحالتنا المحلية هون للأسف. ولكن بعض المراقبين الاقتصاديين بيشوفوا الوضع اللبناني يمكن يكون أسوأ، حتى خاصة مع استحالة سحب المودعين لأموالهم من المصارف اللبنانية. فبآخر فصول الأزمة الاقتصادية بلبنان بلشت طوابير البنزين تصطف على أبواب الكازيات بمشهد سبق وعشناه كسوريين لأسابيع طويلة خلال الفترة الماضية. الوضع هذا انتقل من مدى للبنان مع انخفاض بالتوريدات النفطية ورفع دعم البنك المركزي عن هي التوريدات، وحتى ارتفاع سعر المحروقات بشكل كبير بالسوق السوداء. وصلنا نسمع أو نشوف بلبنان عن ساعات مؤسفة للانتظار بهدف الحصول بس على كم لتر بنزين على محطات
المختلفة الموجودة بلبنان. اللافت امبارح كان انتشار هذا المشهد يلي بيظهر فيه مواطن لبناني وهو عم بيلوح ويهدد الناس بثلاث أفاعي ضخمين كانوا موجودين معه وأحضرهم للكازية بمحاولة للحصول على الوقود بعد ما رفضت إدارة الكازية تعبي له الكمية يلي طلبها أول مرة أجا فيها على الكازية، فراح ورجع برفقة هي الأفاعي يلي بظن واضح من المشهد أنها أخافت كل الموجودين بالكازية وأجبر من خلالها العاملين فيها على الانصياع لرغبته وتعبية الكمية يلي بده اياها من البنزين بسيارته. هذا قال لو تصفر العميل اياه كيف نلعب مع هذا المشهد الغريب. بنكون وصلنا لاخر خبر بحلقه اليوم يلي كمان رح نضل فيه بالختام على تويتر لمره جديده. آخر خبر معنا هالأسبوع رح ننتقل فيه ورح يكون من نصيب نجم مواقع التواصل الاجتماعي يلي قد ما ابتعد وغاب بيلاقي طريقة لحتى أو موقف معين لحتى يرجع حاله للضوء ولصدارة الأحداث مرة جديدة. عم نحكي طبعا عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فخلال تواجد ترامب بولاية نورث كارولينا الأمريكية لمخاطبة أنصاره من الحزب الجمهوري، صدقوا أو لا تصدقوا لسه إلو أنصاره لسه في إلو ناس بتحبه، المهم ترامب حكى بهالخطاب عن مواضيع سياسية مختلفة أبرزها كان يعني إصراره على أنه هو الفائز لحد هلأ بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية وأنه في عملية تزوير ومؤامرة صارت ضده خسرته هي الانتخابات. المهم هذا كله شيلوه على جنب لأنه فعليا ما حدا اهتم فيه قد ما اهتموا ببنطلون ترامب يلي كان لابسه بهذا الخطاب. فعلى هاشتاغ ترامب بانس أو بنطلون ترامب آلاف التغريدات والصور الساخرة انتشرت على تويتر يلي تناولت شكل البنطلون ترامب الغريب من قبل الأمريكيين. هالبنطلون يلي ظهر بدون سحاب من الأمام نهائيا وكأنه الرئيس الأمريكي السابق كان لابس بنطلونه على المقلوب، ولكن أحد المواقع الأمريكية المختصة بكشف الحقائق قدر يحصل على صورة من المؤتمر الصحفي بيظهر فيها السحاب بشكل واضح، وقال الموقع أنه السحاب يبدو أنه اختفى من باقي الصور ومقاطع الفيديو يلي تصورت بسبب طبيعة قماشة البدلة أو البنطلون وكمان الإضاءة المسلطة عليها يلي كانت موجودة بالمكان. Yeah, thank you. Wow, Mr. President, thank you so much. You know, and go back to 2016. I was in a 17-way race and won that primary and got here. ومع ترامب والمواقف الغريبة والمثيرة للسخرية اللي دائما بيحط حاله فيها حتى بعد ابتعاده عن الرئاسة الأمريكية بنكون وصلنا لختام جولات الأسبوع كلياتها من لوج إن. أنا برجع بشوفكم إذا الله راد بأسبوع جديد ابتداء من يوم الاثنين الجاي. من هون لوقتها ابقوا بألف خير. Let's log out. سلام.